يعني هتطلع عرض الواحد خليها في سرك بقى وخلاص. انت لازم تتشيك على نفسك يا انت، لو طلعتها 70% يبقى انت عندك حق غلط، لان دي منطقه، ده انت في منطقه النشاده. لحظه بس، هو فاكر ان الاكس دي كواليتي مش الاكس بتاعتها؟ لا ده دي الاكس بتاعه النشاده، يعني انا فاهمك صح ولا لا؟ دي نسبه اكس بتاعه النشاده. النشاده لازم يبقى قرب البيور، يعني قرب البيور نشاده. دي اكس مش اكس بتاعه الاكس بتاعه البروتين. وبرضه ان احنا نجيبها كده وخلاص، يعني ما هي واحد، هي هتطلع واحد بس، بس خلاف سلك يعني. تاني جبناها ازاي؟ دخلنا في تقاطع من تحت ال 13 و 8 من 10 تمام؟ قطعناها على درجة الحرارة اللي هي 55، جبت نقطة مالهاش أي معنى في الدنيا، لأن أنا مش ساتيوريتد ليكويد، انا ساتيوريتد ايه؟ فيبر. او داخل على الاوكسيدلي لاين اللي نايم كده. وفي خط ثاني، ده الخط الرئيسي اللي هو الخط اللي مايل الناحيه الثانيه كده. الاوكسيدلي جاست ان انا اعمل عليه فيبر. جاست ان انا بس اعمل عليه فيبر، اخش منه اقطع الخط بتاع ال 13 و 8 من 10. خلي بالك، شوف في كام خط 13 و 8 من 10؟ 3. اللي تحت هو الوحيد، المجموعه اللي تحت اللي بتقطع مع درجه الحراره. فوق مفيش كريبات درجه حراره. يعني فوق ما عندكش كريبات درجه حراره، فوق دي كريبات فاضيه زي ما انا راسم كده، ما فيهاش غير البار. طب الله، طب اجيب دي بشكل ازاي؟ قال لك تنزل الاول تحت. انت مجبر تنزل تحت. تجيب القيمه بتاعه الايه؟ التقاطع مع درجه الحراره والضغط، تخش على الاكسلر، تخش يمين. تقطع الخط بتاعك تجيب الاكس، تخش شمال تقرا الاتش. لا يا واحد، اصل الاتش هنا زي الاتش هنا. الاتش هنا زي الاتش هنا. صح؟ بعد الاوكسيلري زيها زي على الايه؟ على الاساس بتاعك. لما هتقرا هنا، لما ربنا يوفقك يا استاذ الله، هتلقى ان الاكس 99%. هو احنا دي في السفينه والميه حوالينا، بيعمل جي بي اس يعني، بيجيب الطقس. طب تعالى بالعكس، كان دي دي الطقس. شباب تعالى هات نقطة 12. 12 دي جت ازاي؟ مش البي 12 هو نفسه البي باوريته اللي هو في 2 بار؟ ادي معلومة. تمام؟ وهو بيدعي ان نقطة 12 دي نقطة ساتيوريشن، ساتيوريتد ديفور ولا ساتيوريتد ليكويد؟ ساتيوريتد. شباب 12 ساتيوريتد ايه؟ يعني دخلت من فبريتو زي ابيك. تمام؟ هنا ساتيوريتد ايه؟ ساتيوريتد ايه؟ تمام؟ معلوماتك ايه تاني عنها؟ هل قيمة الاكس اختلفت عن الاكس اللي داخلة بتاعت 7؟ اكس 12 مش هي نفسها اكس 7؟ 99%. صح؟ تعرف تخش تجيب لي الاتش؟ اتش 12 بتساوي كام؟ ها؟ مش الاكس هي الاكس؟ صح؟ اللي هي 99%؟ هتخش في الضلمه دي. هتقابل مين؟ 2 بار. هتقابل 2 بار. لما تقابل 2 بار ها؟ هتقرا الاتش. هتقرا الاتش. الاتش قيمتها بالعقل. ها؟ هتبقى قيمتها قريبة أوي من مين؟ الاتش إيه؟ 7. هتطلع فعلا حوالي 1340 تقريبا. أي خدمة.
حته صغيره بس تحتها حته صغيره عايز واحد دقيق عايز واحد ايه هو الضغط ده جزء دقيقه طب فين فين نقطة التمانية لو انا سألتك هنا عن نقطة التمانية دي نقطة من نقطة ايه؟ ساتوريه سؤال ساتوريه ليكويد ولا بيبر؟ ساتوريه ايه؟ يا شباب ساتوريه ليكويد صح؟ تمانية ماشي؟ اه ليكويد من كوندنسر الساتوريه ليكويد ده لو انا عايز اعرف معلومات عنه الاكس بتاعتها كام؟ هي في كوندنسر الاكس بتاع 8 هي نفسها الاكس بتاع 7 صح ولا الناس معايا؟ هو في تسريب ده معايا؟ طيب بس دي ايه دي يا شباب؟ ليكويد ليكويد ما تنساش ليه ايه؟ ليه ليكويد؟ طيب وانت عارف الاكس بتاعتها صح؟ تمام؟ والبريشر وعندك قيمه الكوندنسر صح؟ خش فين؟ المنطقة اللي تحت ادي هنا اهو القيمة بتاعت 99% مع ان الضغط بتاعها هو ضغط الكوندنسر اللي هو 13.8 يعني نفس الخط اللي عامل زي القطر ده وماشي هيقطع مين؟ اكس الخط نفسه اللي ماشي بتاع 13.8 اللي بيبقى له اكس بوينت الاكس 99% يعني بتساوي كام؟ 99% 99% اقرا مين؟ ايش؟ تطلع الاتش بحوالي 220 تقريبا يعني قرانا الاتش ماشي كمل الاتش بتاعت نقطة 9 الله مش 9 في 9 وفي 8 بكام؟ فرق بينهم 5 صح؟ طب انا عايز اجيب التي يا باشمهندس الله يخليك مدوا عليا شويه كام ده يا دكتور؟ ايه؟ 22 ماشي تعالى هات لي تي 8 هات لي تي 8 تي 8 هتتجاب منين؟ انت عندك تقاطع هنا صح؟ التقاطع ده عنده درجات حراره هتطلع تي 8 تقريبا يعني هتطلع حوالي قرب ال 60 قرب ال 60 هتطلع تي 8 على 5 بتساوي حوالي 60 درجه مظبوطه زي كده؟ 9 بما ان